أصحابي الجميلين، حابب أجرب معكم ديمو للعبة روسية من استوديو متواضع اسمها بروكن فيل، الوشاح المحطم. اللعبة بتحكي قصة صبي صغير بدور على أمه في مدينة روسية إقليمية، وهذه الأحداث بتجري بعد فترة وجيزة من انهيار الاتحاد السوفيتي. هيك فهمت من الديسكريبشن تبع اللعبة. بصراحة تحمست لها لأنها بتشبه Little Nightmares وهالألعاب الحلوة. هي لعبة بلاتفورمر فيها بوزلز وفيها زي ما انتم شايفين عناصر رعب، فأنا حاب أجرب الديمو معكم. هو ديمو قصير و come on let's have some fun. هلأ هي لعبة لسه قيد التطوير، وحسب ما فهمت إنه التحكم فيها أو في الديمو حاليا مكعبل فممكن نحوس وإشي. ف let's go man، خلينا نجرب الوضع. الله يستر من التحكم. اوكي او في ناس نايمة، في حدا على الشباك. كنا احنا في ميتم. شو هذا اللي على الشباك؟ هلا لا لا استنى استنى، لسه بنقول يا الله دقيقة. هو حكى لي سبيس جمب. وهاي الجمب وهاي اوكي. هو حكى لي انه الكنترولر شغال بس انه بارشل يعني جزئي بس. هاي اوكي يا الله عن جد مصدر الوحي على الاخر ليتل نايت ميرز، وما عندي مانع بالنهاية الالعاب اللي مثل هيك. هلو ليش في What's going on؟ مسكتني الحجة لك العمى. فكرتها بلعته ولا اشي. اوكي هون ريلاكس. موضوع الشاشة زي ليتل نايت كده، بتتفرجي على ضوضاء بيضاء وايت نويز. ايش تتفرجي يا كليك ليفت ماوس تو اوه Damn, this is creepy man, what the hell? Hello? Yeah, okay, oh my god. شوف الصور. Okay, this is sick. فيش ملامح. ولا هو ولا هذا الصغير فيه ملامح. بس الجرافيكس مش عاطلة ابدا. رسومات الألعاب هاي بحسها دائما بتكون مبهرة. بعدين باخذ راحته المطور في رسم التفاصيل. طلع طلع الصور. احنا شكلنا في ميتم او اشي. ماني دايم. يا رسومات رهيبة. اوه. حتى هون فيش ملامح. جرد. Space to climb. climb to push. hold shift to sprint. how can I sprint? sprint واو يخرب بيتك. You freak me the hell out. لك العمى. كنا ارجع لهديك الغرفة اللي وراي اتخبى لانه طو يخرب عقلك. Oh yeah, okay, that's nice. ياما. هيه. انتحر الصبي.
دقيقة بس، هو بيقول لي سبرنت This is freaking me out man. العمى ما هو المشكلة مش شو اعمل اطلع؟ يس يس ليتس جو. انتوا متأكدين ان احنا في روسيا؟ وين التلج والعواصف روسيا دايما ثلوج. حديقة للأطفال وإشي بس ها؟ يا سلام أوه ريلاكس أطلع هون هيو بولي بريس سبيس تو جمب وايت يا اوكي احنا حكينا انه في يعني التحكم مش كتير ظابط 100% بس انه التحكم فللي مان تقول ليش خلصت ما لحقناش نعمل اشي مش فاهم اشي انا اصلا اوكي هربنا من المكان اللي كنا فيه هو حاليا زي ما قلنا بدور على امه صح والله شكلها امك رئيسة عصابة اكبر عضو في المافيا وين رايح انا This is nice nice this is not bad at all لا تعال ايش الله يرضى عليكي بوش What's going on? Sneak? Oh. Hey. What? What the hell? Yee, the shake. The shake. Okay, this is creepy as hummus. This is what the freak شو بدهم ايش عاملين دعاية لسيجنال 2 left mouse to take item اقرب عليه مثلا هي what the hell is this F What is this? You can guide cat with your laser pointer. Hello? Guide when? Ah, صوت صوت البسة. I am. Oh. اطلع اطلع اشوف في هون اشي اه ها ايه استنى قرب لي شوي ايش هذا اه صوت القطر What the hell is this? بل لا امش يعني انا مش عارف هل هو راح يستخدم اشي او
No idea what that is. This. Try, man. Oh, had Eid? Press the left mouse button to hold an object. Hey. No. Oh, there. What? في فتحة بالحيط. أوكي أتمنى إنه oh my god التحكم حمص بس يعني هاي ماشين والقطة بتكيش تاخد oh my god مين هبل القطة بتكيش تاخدها معاك خنازير dude oh come on man كده مسكر صح؟ yeah. ايوه this is اع this is اع huh? can we just مثلا عايشين؟ اخ كيف عايش؟ لا انت ايش انت يا دب انا ايش عملت ام سوري هلو انا اسف ولا يمكن يكون خنزير في راس وفي هاي جثه ضبع ناو وايت ها ناو وايت الله الله عرض فاشن شو للخنازير مش عم بعرف اخليه ينط لقدام الماوس لازم تكون شغاله في اللعبه او دام ناو وات لو لا حي دالي ما بقول لك الليفت ماوس عشان تمسك بالاشياء وتعمل ابعد ابعد هاي فرامة ايه 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 اوه نوع اوه بعت قلبت يا معلم بعت قلبت اطلع بالماوس هاي اللي حتى يعني حتى مش عاملين ايكون للماوس بس اتس اوكي هذا حركه اوكي يعني اعمل ايكون للماوس هاي الالعاب ما بدها كيبورد وماوس هذه الالعاب بدها كنترولر وبس لان طلع منظر الماوس كيف عجيب هون في الشاشه يعني بس برضه احنا بنقول انه هاي لسه ديمو ايرلي اكسس لسه الجماعه بيقولوا يا الله فانه نعطيهم فرصة for sure ما بتقدرش تفتحها شي هاي تعال قوم هذا اشي بتقدر تاخده yeah okay that's nice هاي عظمة بس انه رح تفتح فيها معقول الباقي هذا الاشي اجينا للحول اوكي بالماوس منظر الماوس عجيب اوعى توقعها لتفضحنا جيب الماوس وين الماوس يا ماوس تعال الماوس هي بطلة اللعبة طب هل أزعر جدع والله إنك ما أنت قليل أوكي هون ليتل نايت ميرز خلصنا هون ليتل حمص وات تحكم عجيب يا أوكي أصحابي اللي عنده الديمو ها ها
شو هذا؟ يا اوكي I'm freaking out. لحمة وجاج وخنازير. قوم اصحى. الزلمة معصب. هلو. وقعنا بالفخ. اوكي وير فاين. نو وانت انا مش فاهمة حاجة. انا عايزة حد يفهمني حاجة. مش فاهم شيء. يلا وانت مش فاهم شيء وربي. اوكي بعدين هون شو اعمل؟ اخليه واقف على الميزان؟ ايش فيه؟ خش طلع من الحيط. بروكن فيل. خلص الديمو؟ خبطنا في المايك. خلص الديمو. الله يخرب بيت. واو مان. اوكي لسن. اوكي هم ما بالغوش كتير لما حكوا انه التحكم مشقلب فوقاني تحتاني. انا حسب ما شفت على ستيم انه الكنترولر نوعا ما مدعوم، بس مدعوم بطريقة عجيبة. هلا انا مش شاطر في الكيبورد والماوس ابدا مش شاطر في الكيبورد والماوس، بس اخر مقطع عملناه بالكيبورد والماوس. نطينا في سبيس، مشينا في الدي، كبسنا ليفت ماوس. في مواهب مخبية عندي كاينة انا. بس انا بصراحة متحمس لها لانه انا بحب هاي الالعاب، ومتحمس اكتر يدعموا الكنترولر بشكل كامل. بديش لا كيبورد ولا ماوس. يدعموا الكنترولر بشكل كامل. بس انا بحب هاي الالعاب، العاب البلاتفورمر زي ليتل نايتميرز، ليمبو، انسايد. هذه بالنسبة لي عشق، فانا متحمس جدا لهذا الديمو. الديمو للعبة يا ربي. الديمو بروكن فين موجود حاليا على ستيم للي بحب يجربه، واحكوا لي في التعليقات هل عانيتوا في التحكم زيي او لا. اللي بشوف هالفيديو على اليوتيوب لا تنسى اللايك، واذا مش مشترك في القناة اشترك، فعل الجرس، وشكرا جزيلا للمشاهدة.